بي جيمنج وفيديو جديد. احنا عيلة متكاملة جامدين واسطورة، اكتب اي بي جيمنج شوف مين يطلع لك في الصورة. بدأنا من الصفر عملنا جيل بعد جيل، جبنا المية الف وعدينا المستحيل. ازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا يا ابطال، كنت عملت مقطع من 3 اسابيع تقريبا، كان عن ماب اسمها ماب بيوت العرب، والماب دي يا ابطال فجاه كده اختفت من لعبه روبلوكس، مع ان يا ابطال الماب كانت بصراحه ماب كانت حلوه قوي، وكانت يعتبر دي ماب البيوت بجد، يعني النسخه العربيه، والماب كانت عجباني قوي. ولكن حصل حاجه غريبه جدا، والحاجه يا ابطال ان الماب فعلا اتمسحت من على لعبه روبلوكس. محدش يا ابطال كان يعرف ايه السبب، والماب دي يا ابطال كانت فعلا بتجيب فيزيتس كتير، وناس كتير قوي كل شويه كانت بتكلمنا عليها، لان فعلا الماب حلو. ولكن يا ابطال، بطل من ابطال بعت لي تحيه وبيقول لي بلال، ماب بيوت العرب رجعت، اخوك من مصر وبعت لي يا ابطال لينك الماب. خلونا دلوقتي يا ابطال نخش على لينك الماب ونشوف فعلا هل الماب رجعت بنفس كل حاجه فيها ولا لا. متحمس جدا يا ابطال الفيديو النهارده. ولكن قبل ما نشوف اي حاجه، هتلاقي يا بطل ابطال عملت قناه تحت اسمها اي بي فيلم. دي ابطال القناه دي مخصصه لافلام روبلوكس وبس. محتاجكم كلكم يا ابطال تدعموني هناك عشان اتحمس وانزل افلام كل يومين، لان الجدول الاساسي المفروض يبقى كل يومين، ولكن احنا يا ابطال هننزل كل 3 ايام، وباذن الله يا ابطال نصور لكم احلى افلام في الدنيا. يلا بينا ندخل على فيديو النهارده. زي ما انتم شايفين يا ابطال، هي دي الماب اسمها ماب البيوت العرب. بصراحه انا فرحان قوي بجد يا ابطال ان الماب دي رجعت، لان الماب دي بجد يعني كان فيها شويه حاجات حلوه قوي قوي قوي. ولكن ما شاء الله دلوقتي اكتر من 1200 شخص بيلعبها، ومليون فيزيت، كل حاجه رجعت زي ما هي. ولكن معرفش بصراحه ايه المشكله ان الماب يعني لما اتحذفت كان موضوع غريب قوي بصراحه، وكان موضوع كنت لازم اعرف هي فعلا اللي اتحذفت. ولكن خلينا دلوقتي يا ابطال ندخل على الماب ونتاكد هل فعلا هي دي ولا لا. زي ما انتم شايفين يا ابطال، المفروض دلوقتي دخلت على ماب بيوت العرب. زي ما انتم شايفين يا ابطال بيقول لي مرحبا في ماب البيوت، ومكتوب على الجنب الشمال القوانين لا تطلب ادمن، يمنع سب بجميع اشكاله، يمنع سبام، نسخ سريع، اغاني غير لائقه. الماب صاحب ايه ده؟ يعني ايه الماب صاحب؟ معنى انا اقصد اكيد صاحب الماب واحترام المشرفين، تمام، و اي حد هيساوي حد ضد القانون هيتحملها، تمام. المفروض ان ابطال كاتب لك الاخبار في عمل تحديث شنطه وتحديث البيوت المنتظر. او ماي جاد، تم اضافه ايه جي مش عارف. شكرا على 3000 لايك. او ماي جاد 3000 لايك، الماب جابت والله كويس جدا. متحمس قوي اللي انا اجربها النهارده معاكم في فيديو النهارده. ليتس جو يا ابطال. احسن حاجه ابطال الماب دي انا كنت جربتها اصلا في قناه الفيس كام عندي، وابطال فتحنا الفويس شات. بصراحه كان موضوع ايه ده؟ تيوب تي في. او ماي جاد يا ابطال، الحقوا الاوضه الجامده دي. والله يا ابطال بجد بجد، تعرفوا اللي ممكن دي يا ابطال تكون الماب ايه ده؟ فين الكراسي اللي اقعد عليها؟ ماشي. وتعرفوا يا ابطال فعلا ممكن تكون دي يا ابطال الماب المستقبليه اصلا لي يعني لافلام روبلوكس. والله بجد يا ابطال ممكن ابقى اصور فيها فيلم روبلوكس، يعني بصراحه يا ابطال ماب ممتعه جدا. وغير كده بجد ان هي عربيه، دي احسن حاجه بصراحه ان انا بحب. السلام عليكم. السلام عليكم. ماشي، وعليكم السلام. خلينا كده يا ابطال نشوف ده، على ما اعتقد هو نفس المكان. يعتبر هو نفس المكان، خلاص تمام. ولكن طبعا هو شايل كام حاجه، ولكن يعني المكان ده جديد بصراحه، انا اول مره اشوفه. تمام. خلينا دلوقتي يا ابطال نروح نشوف اي حاجه. ولكن المكان ايه ده؟ ايوه انا عايز انت. او ماي جاد، بص يا ابطال اذهب، يمكنك شراءه. او ماي جاد، ده حد هنا شاري بيوت. والله بجد بجد جو جميل قوي، والله بجد الماب دي حلوه قوي قوي قوي. عايزكم ابطال كلكم تنزلوا تدعموها وتروحوا تلعبوها، والله الماب بجد ممتعه. تمام، نفس هي بالظبط. والله تعرفوا لو الحاجات دي هنا بالعربي ده هتبقى كملت، والله ما بهزر هتبقى جامده. او ماي جاد، العربيات دي ضافوا عربيات جديده، والله حلو. خلينا نجيب العربيه دي. ما مش شبهها قوي بس مش وحشه. تمام، ايوه يا باشا، يا سلام. وات ايه ده؟ ثانيه بس يا باشا، شوف ايه البيت ده؟ ثانيه، ده بيقول لك ده ايه ده؟ القوات الخاصه. او ماي جاد، يا التصميم بجد جامد. ثانيه، احنا نقدر ندوس هنا؟ ما نقدرش ندوس، ولكن شكله جامد قوي وفخم جدا يا ابطال. او ماي جاد، القوات الخاصه بقى يا ابطال. خلينا ممكن مثلا نلبس حاجه. تمام، لو جينا ندوس كده. اوه والله جامد. ثانيه يا ابطال كده، ايه ده؟ لو دوست هنا اللي احسن. انا مش عارف بصراحه لو دوست هنا. ثانيه، بنات، هو مفيش حاجه بلبسها اصلا. المفروض على ما اعتقد دي ابطال سكنات كامله، ولكن السكنات باين عليها فيها مشاكل. تمام، ولكن خلينا نشوف هنا. هنا الوظيفه مثلا، هنا يوتيوبر، ندوس كده. ماشي، بتظهر حلو. وادي هنا ابطال الحاجات دي. تمام، هي بالظبط وكل حاجه، ولكن في حاجات فيها معلقه او مش شغاله، ولكن اكيد هم لسه بيظبطوها. يعني المفروض الشرطه. والله يا ابطال التصميمات، وبص محامي. والله بجد يا ابطال جو جامد جدا. واضح اللي هنا
ايه ده؟ انا دخلت عادي، المفروض دي تتقفل، ولكن من الواضح يا ابطال اننا في حاجات لسه بيظبطوها، بس بصراحه عشان ما بتكون واقعيه اكتر المفروض اللي هم يخلونا ابطال مثلا نيجي نفتح ندوس كده انه يقفل يفتح عشان يبقى الموضوع واقعي اكتر، تمام؟ ولكن بصراحه انا شايف الموضوع جامد جدا. كفايه اللي احنا بصوا ابطال نط على الكراسي تحسب جد ماب البيوت، ولكن النسخه العربيه عايز اقول لكم ابطال الماب دي بجد بجد انا متوقع لها حاجه جامده قوي وقريب جدا. حرفيا ابطال الماب دي ممكن تكون من اقوى المابات اللي هتكون في لعبه روبلوكس، تمام؟ اللي هي يعني بتقلب ماب البيوت وكده انا كلنا عارفين، ولكن دي النسخه العربيه. ماي جاد فلسطين، والله جامد اقسم بالله، تمثال اسطوره ديم. والله نفسي ده عايز سلم. لا والله لو ما في سلم والله هزعل. لا يا جدعان سلم، انا عايز اطلع اشوفه. يا نهار ابيض اقسم بالله، جمال وحلاوه والله العظيم. ايه العظمه دي بجد بجد؟ ايه ده؟ او ماي جاد، حرفيا انا طلع اصلا واخد الاماكن ولكن مغيره في اماكن جديده وشكلها شياكه الشياكه. يا سلام المخيم، او ماي جاد والله جامد، حلو قوي، انا عايز انام. طيب بصراحه ابطال جو الماب بصراحه حلوه قوي، وفعلا فعلا ابطال ينفع يتصور فيه افلام روبلوكس جدا، وكمان غير كده ابطال اللي هو بالنسخه العربيه يعني في كلام عربي، والاماكن ابطال هتبقى مكتوبه الشرطه. وبصراحه انا حاسس ان هي بجد بجد ينفع بجد ابطال يتصور فيها افلام روبلوكس، لان الشخص ده تعب فيها جامد جدا وانا مقدر تعبه. وبجد بجد انا عايز اشكر من مكاني هذا ومن الفيديو ده، اشكر كل الناس اللي اشتغلت على الماب دي وتعبت، لان فعلا الابطال هم يستاهلوا الدعم ده، لان هم بجد الابطال تعبوا. وباذن الله ابطال قريب هتلاقوني برضك عامل ماب، ولكن يعني هي مش هتكون ماب البيوت يعني، تمام؟ ولكن انا بصراحه بحب ابطال مابات الحياه الواقعيه، اللي انت بتاخد اللعبه اللي هو كحياه واقعيه مش بتكون لعبه، تمام؟ بيكون بجد حاجه حلوه جدا. وبصراحه يعني هم مظبطين كل ده. اين ابطال الجيمنج؟ او ماي جاد ده في ناس دخلت. هلا مرحب منورين. انا ما اعتقد انا فاتح الجوين ولا نسيته، مش فاكر بصراحه. خلينا ابطال كده نجيب العربيه دي. يلا ايه ده، انا راكب جنب السواق. يلا يا عم ليتس جو، يلا بينا ابطال نشوف كده نستكشف بقى الحاجات. المكان ده اللي جاب السوبر ماركت يعني في اخر الدنيا يعني، هو ده ماشي احنا عارفين السوبر ماركت ده، ولكن هو ليه بجد في اخر الدنيا كده يعني؟ ثاني حتى ابطال ما اقدرش ادوس على حاجه، هي دي مشكله برضك رخمه. ولكن او ماي جاد ده مارشميلو ده ولا ايه؟ ولا دي علبه مناديل ولا ايه ده؟ في ايه؟ هاكل علبه مناديل؟ انا مش عارف صح. او ماي جاد ايه ده؟ او ماي جاد اخد بطيخ وحاجات يا جدعان، كفايه اقسم بالله انا جعان اصلا. بقول لكم ايه بصراحه، الماب حلوه جدا، وبفكر انا فيديو النهارده يعني في المكان ده عند السوبر ماركت اللي انا مش عارف اشتري منه حاجه ده. بصراحه الماب حلوه جدا، وشكرا بجد لكل الناس اللي بعتت لي على الخاص او بعتت لي على الانستجرام وقعدت تقول لي يا بلال الحق شوف الماب بسرعه، الماب رجعت روح صور عنها. انا ابطال قلت لازم بصراحه صور عنها عشان ما ينفعش يعني انتوا تطلبوا مني حاجه وانا اقول لا. ويعتبر بس كده ابطال الفيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه ومحاجه تفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، هي بيجي من ابطال الجيمنج وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص حط لايك اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله اوه.